بالنسبه للاضرار اللي كتشوفوا دابا خلي على المباشر، راه الناس كتكرفس الغبره بالنتيجه على الاشغال ديال الرصيف اللي كيجي هاد الشركه كتقطعنا الجليج وكتقطعنا الرخام في عين المكان في الورشه. الناس كتكرفس، كاينه الغبره، كتدخل المحلات المواد الغذائيه اللي كاينه في المدخل ديال زنقه الملح، كاين مواد التجميل، كاين الاكسسوارات، التجار كلشي هنا كيتصلوا بنا كجمعيه، كيعانيوا اكثر على دابا 6 شهور هما كيتكرفسوا بالغبره اللي كتخرج على هاد الجليج كيجي وقطعوا. هاد الشركه ما كتحترمش المعايير، يعني ما مخدمه المرشا اللي كيطلق الماء ولا اللي كيسبيري الغبره، كتجي كتقطع في اي مكان. دابا 6 شهور هما خدامين بهاد الغبره هادي والناس كتكرفص، كاين ناس كبار، كاين تجار، كاين صحاب المحلات، كاين حماله، كاين الناس كتكرفص اكثر من 6 شهور. دخلنا كجمعيه مع المدير ديال الشركه، لقينا معاهم حل، قلنا لهم يخدموا في العشيه، يا 5 يا 6 العشيه حتى 11 ولا 12 الليل، لا ضير لا ضرار، يخدموا التجار ويخدموا هما. دابا حبسوا واحد الفطرة والتاني جاو دابا كيتحداوا كل شيء، كيخدموا دابا صحه رغم الغبره نايضه من الصباح حتى العشيه، كيلوتوا البيئه، كيلوتوا المحلات، كيلوتوا التجار، الصدر ديالهم راه مهلوك. هاد الغبره دقيقه لو كتي كتحس كتخنق. التهيئه ديال الرصيف ديال التريطوار علي على شارع محمد السادس اللي قرب ديال ساحه النصر، قال لك ما نقدرش نخدموا على سي سهل، لا بدا نخدموا هنا صبروا معنا، فوق ما تهضر معاه تيقول لك لا يصبروا معنا، غير يصبروا معنا. هو شحال قدك صبرت؟ تمر تيمرضوا الناس بالدقه عادي يصبروا، راه اكثر من 6 شهور هادي وهما خدامين. المشكل هو الناس ما دايرينش لي نورم اللي هي خصهم يخدموا بها، لا ديال السلامه ولا ديال الباساج فين يدوز الواحد، ما خلاوش الممرات ديال الراجلين فين يدخلوا للمحلات، جاو تيخدموا تيقطعوا الجليج ودايرين الغبره، الغبره كتدخل للمحلات اولا كتكرفس المحلات وتكرفس السلعه ومواليها وسميتو، وكاين انعكاسات صحيه على حساب هذا الشيء هذا. الناس دابا ما قدروش يخدموا المحلات، راه كاين واحد العدد كبير هبط الريدو ديالو ومشى خدا العطله بزمنه، علاش؟ لان الا جاي يخدم ما يقدرش يخدم، والغبره تدخل. الناس قلنا لي ما ودي يخدموا غير من الخمسه الفوق ماشي مشكل، على حسب ديك الغبره، بغيتو يخدموا شي حاجه بالنهار يخدموها، ما عندنا حنا اشكال، ولكن ديك الغبره راه كضر المحل وتضر السلعه وتضر كل شيء، راه هذا الشيء الصحه ديال الواحد. بطبيعه الحال راه فاش خدموا ما داروش لي نورم اللي هي باش غادي يخدموا يديروا الولوج ديال الممرات، والناس كطيح يوميا الصباح والعشيه فهاد سميتو هنا، كيخليو لك الحفره وتيخليو لك القواد حاشاك، والناس مضرورين. خرجنا من كورونا دخلنا في الترام، دابا جايه 3 سنين وحنا باقيين كنعانيو.